هذا يقول نرى كثيرا من يصلي الجنازة في الحرم وحده ليس في صف مع وجود مكان في الصف. لا، ما يجوز للإنسان يصلي وحده خلف الصف، لا الجنازة ولا غيرها. أي يجوز للإنسان يصف وحده خلف الصف؟ لا بد أنه يدخل في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. لا يجوز للإنسان يصف وحده خلف الصف، لا في صلاة الجنازة ولا في صلاة الفريضة ولا في صلاة التراويح ولا غيرها.